الذي يموت عن الزير المحموم لم يأخذ شطر ثمار وفضائل ومواهب وروح القدس. ما فيش إنسان أبدا يأخذ الروح القدس كأحموم. إنما تؤخذ نعمة الروح القدس بحسب ما تعطي هذه النعمة. ولذلك حينما تقرؤون تحليل الساعة الثالثة من صلوات الأجلية قولوا فيها اشكر أيها الرب الذي أنعمت بروح بنعمة روحك القدس على تلاميذك وخلصك القديسين. ما نقولش روح القدس كأحمار. كيف يموت الإنسان عن ذاته؟ ما يخليش ذاته هي كل الأغراض اللي يسعى إليها، فيخلي ربنا أولاً والناس ثانيا وذاته في الآخر خالص. وأنا عملت لكم كتاب عن الذات، يا ريت تقروه. واحد بيقول أنا شاب سني 18 سنة وبحب فتاة أكبر مني بأربع سنوات ومتعلق بيها جدا لدرجة إني مقدرش أستغني عنها، وهي كتاب. فما رأي قداستكم في ذلك الموضوع؟ هل أبوها وأمها يرضوا يقولها لك؟ وهل أبوك وأمك يوافقوا أنك تتجوز المهد أكبر منك بأربع سنوات؟ ما تفكرش في نفسك فقط هيك وإيه؟ ثم إنك أنت عمرك 18 سنة، هل انتهيت من الخدمة العسكرية ولا لسه؟ إذا كان عمرك 18 سنة يبقى ابتديت الحب ده امتى؟ انت صغير عمرك 12 ولا 15؟ فكر في الموضوع من كل نواحيه. على فكرة قرآن الشباب النهاردة اسمه الفريق الكتي الأرثوذكسي أوبن أرم. يعني أوبن أرم يفتح جراحة كده على كل محييهم. بيقول نحن يا سيدنا في احتياج شديد جدا لمنهج التربية الكنسية الذي قداستكم ستقومون بوضعه، حيث أن كثير من الخدام يكون بوضع منهج لهم من أنفسهم. حاضر أنا آسف أنا مقصر في الموضوع.
بتقول أنا متزوجة من 2 سنة ولم أنجب حتى الآن، وذهبت إلى كثير من الأطباء دون فائدة، 2 سنة وصلت حاجة بسيطة ما تقلقيش. قل أنا وزوجي نفسنا في الطفل، ربنا يعطيك. واحد يقول كيف أتوب توبة حقيقية من غير رجوع، رغم إني مليء بشهوات كثيرة جدا جدا جدا، أحتاج إلى تدريب روحي. عشان تتوب توبة حقيقية اغلق كل الابواب اللي بجيلك منها الخطيه، اغلق اقفل يعني كل الابواب اللي جيلك منها الخطيه، ابعد عنها خالص، وخلي عندك عمل روحي مستمد من صلاه وقراءه والحان وتدارين، وابعد عن الاصدقاء اللي هم كانوا السبب في سقوطك، واقرا شويه كتب انا طلعتها، كتاب الرجوع الى الله، كتاب التوبه والمقاومه، اقرا وحاول تنفس. سؤال: هل من حق التدخل في خلاص نفوس الآخرين أو تقديم النصائح لهم لكي تخلص أنفسهم؟ ما خلاص نفسي؟ ممكن أنك أنت تنصح غيرك، لكن في أدب وذوق، يعني ما تعملش معلم وتضغط عليه، تنصح فيه هدوء كده ولطف، وما تكونش عاصر عليه، يعني ما يقولكش شوف نفسك في الأول. واحد يقول لو زارت نفسك سنة 1950، يعني من كم سنة؟ من 59 سنة نزلت ندم السيدة الأغراء 40 قرش ولم نوفي أمل، للآن كم يساوي اليوم هذا؟ يقول لك ال 40 قرش يساوي 4000. شوفوا ساعتها كان مرتبكم قد ايه، وكان ال 40 قرش نسبتهم ايه بالنسبه للمرتب؟ اما ال 40 قرش ما بقوش 40 قرش دلوقتي.
الدنيا اتغيرت خالص. أنا فاكر سنة 1950 وإحنا كنا طبعاً متخرجين من الجامعة في ذلك الحين، كان مرتبنا بتاع الحكومة 15 جنيه في الشهر. شوفوا دلوقتي اللي بيتخرج دلوقتي، شوف نسبة مرتبك قد ايه، وطبعا تدفع علاوة عن التأخير. واحد بيقول أنا شاب عندي 32 عام وأحب فتاة وهي تحبني، ولكن يا سيدنا منذ أن تخرجت من المعهد حتى الآن لا أملك شيء، وأعمل في وظيفة لا تساعدني على شيء. ثم تقدمت إلى أهل الفتاة فلم يقبل، شقة إيجار جديد وأنا لا أملك الفلوس التي تساعدني على إيجار شقة. بالقانون القديم فأطلب من قداستك أن تساعدني، أرجوك قل لي إيه نوع المساعدة والحاجة التي توصلك بموافقة العيلة. ما تقدرش تقول لهم يقبلوني زوج لأن فلات هيساعد، هم عايزين ليك وضع دائم مستقر يقبلوك فيه. فقول لي إيه نوع المساعدة وبعتها لي مرة تانية. واحد بيقول متى ينضم الأرثوذكس مع الكاثوليك؟ لما تنتهي الحضارات على كده، ودي مش سهل دلوقتي. واحد بيقول في موضوع الرهبنة، سمعت أنه لا يوجد رهبنة نهائيا، لا يوجد رهبنة نهائيا لمن ليس له شقيق، لعله يقصد الوحيد الابن الوحيد يعني. لا يا ابني، لو كان هو الوحيد ويعول الأسرة يبقى مفروض يهتم بأسرته ويأجل الرهبنة، لكن لو كانت الأسرة مش محتاجاله مع إنه الابن الوحيد ممكن. واحد بيقول أنا اسمي كذا من الصعيد، بلاش نقول اسمه، لي أخ متزوج من 7 سنوات وليس لديه خلفة، وحاول مع بعض الأطباء العلاج وجميعهم أجابوا مستحيل الخلف.
بدأنا نفقد الأمل في ذلك، فما رأيك في الإنجاب من طريق أطفال الأمريك؟ مدام أبوكم مستحيل الخلف، يبقى حتى بطريقة أطفال الأمريك مش ممكن. يعني اسأل الأطباء اللي قالوا لك الكلام ده، هل ممكن عن طريق أطفال الأنابيب ولا لا؟ واحد بيقول لماذا كتب الإنجيل مكون من 4 أناجيل ولم يكن إنجيل واحد؟ هو إنجيل متى كتب أصلا لليهود، ولذلك كل شوية يقول حسبما هو مكتوب، يعني يذكر بما ورد في العهد القديم. وإنجيل مرقس كتب للرومان، لذلك له طبيعة مقنعة للرومان. وإنجيل لوقا كتب لليونان، وإنجيل يوحنا كتب بعد كل هذه الأناجيل في الآخر للعالم كله، فأصبح كل واحد منهم له أسلوب خاص. سؤال: كيف نتعامل مع الطفل الشقي في مدارس الأحد؟ أمره بالحنان واللطف، وأوعى تأمره بالضرب أو الطرد، لأنك هتضيع الولد لو عملت كده. أنا فاكر زمان لما ابتديت أدرس في مدارس الأحد، كنت شاب صغير يعني عمري 16 سنة، وكنا بنجمع الأولاد في الأول للصلاة عمومية قبل الدروس، فلقيت ولد بيزعق ويجري، فالشخص اللي مسك الصلاة أنا قلت لابد هيجي ويربيه كويس، فلقيت أمين مدرسة الأحد اللي بيحفظ الصلاة مشي لغاية لما حد جه عند الولد، الولد واقف حط إيديه على كتفه وسابه وكان بيكمل الصلاة، الولد استريح تحت ايدين امين مدرسة. فانا قلت فعلي كويس، الامين ده منتظر يربيه بعد ما انتهي الاجتماع. فانتهى الاجتماع، امين مدرسة طبطب عليه وقال له انت فين فصل تحريري؟ قال له هناك، ودى على فصل وما جروش حاجه. ده لو مسك الولد ورباه، كان الولد ده كره الدين وكره المدرسة. خليكم لطفاء. وافتكر انك انت ربما لما كنت صغير كنت شقي برضه، نحن ما نعرفش. انا بترجم كلمة شقي بالنسبة للأولاد، بقول عليه إنرجيتك. إنرجيتك يعني عنده إنرجي، عنده طاقة زايدة، فبيستخدمها في الجري وكده، لكن مش معناها شقي يعني شرير، لا طبعا.
يا شيخ يا شيخ. عايز اكلمكم النهاردة عن الشهوات حكاية الشهوة وردت في الوصايا العشر كآخر وصية قال فيها لا تشتهي امرأة قريبك ولا كذا كذا ولا كل من قريبك وردت أيضا في الرسالة الأولى للقديس يوحنا الإنجيلي إصحاح 2 آية 16 ما في العالم هو شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة شهوة الجسد تشمل أشياء كثيرة منها الزنا ومنها شهوة الجسد في شهوة الأكل والشرب ومنها شهوة الجسد في المخدرات ومنها شهوة الجسد في الخمول والكسب شهوة العين فيها حاجات كتيرة كل نظرة غير لائقة هي شهوة العين والسيد المسيح قال من نظر إلى امرأة واشتهاها في قلبه فيبقى قد زنى بها في قلبه يعني مش نظرة عادية نظرة مصحوبة بشهوة أما كون إنك أنت تنتظر بنظرة عادية ما فيهاش غلط مش هتمشي في الشارع مغمض لابد هتشوف ناس وتعظم المعيشة دي هنقولها بعدين هذه الشهوات هي بدء كل خطية وأصل كل خطية يعني كثير جدا من الخطايا تسبقها الشهوة فمثلا شهوة الاقتناء الاقتناء يحب يقتني حاجة أو شهوة المال بتكون مقدمة للسرقة أو الرشوة ما فيش حد بيقع في الرشوة إلا لما بيكون في شهوة مال وما فيش حد بيسرق إلا لو كان عنده شهوة مال أو شهوة اقتناء كذلك جريمة القتل بيسبقها في كثير من الأحيان شهوة الانتقام أو شهوة الفتن أو شهوة النجاة يعني نجاة يعني واحد يخش في بيت يسرقه ويلاقي الناس صحي وبصور فيخاف يكشفوه فيقتل بينما ما يكونش عنده اصلا الشهوة في القتل لكن هنا شهوة النجاة من الإحراق
والكذب برضه بتسبقه شهوة، لأن الكذب تسبقه شهوة تبرير الذات وعدم الانكشاف أمام الآخرين. لكن مع ذلك على الرغم من كل ده في أشخاص بطبيعتهم شهوانيين، نقول الشخص ده شهواني، شهواني يعني دايما يتصرف بشهوة، وجايز كل أنواع الشهوات دي موجودة فيه. والشخص الشهواني تقوده شهواته وليس عقله ولا ضميره، لأن لو عقله يقوده ما يغلطش، ولو ضميره يقوده ما يغلطش، لكن ده الشخص الشهواني هو الذي باستمرار تقوده شهوته وليس ضميره أو عقله. نخش في ترتيب الشهوات. الشهوات بتمشي عن طريق تدرج، يعني الواحد يفكر في الشيء اللي بيشتهيه وبعدين يتعلق به وبعدين ينقاد للشهوة. وبعدين يستعبد لها أو تتحول إلى عادة في الأول، فلو تكررت يستعبد لها، يعني ما يقدرش يتخلص منها. لكن المفروض أن الإنسان يقاوم الشهوة التي تقرره أيا كانت. وقد أعجبني جدا عبارة قديمة قالها الأستاذ مكرم حبيب، قال افرحوا لا لشهوة نلتموها، لا لشهوة نلتموها، بل لشهوة أذللتموها. يعني مش الواحد يفرح انه قدر ينال الشهوة الغلط اللي عنده، وانما يفرح لو قدر يذل هذه الشهوة ويتركها من فكره ومن قلبه. في بعض الملاحظات لازم نقولها على الشهوة. الشهوة إن بدأت في قلب الإنسان أو في فكره لا تستريح حتى تكمل، لا تستريح حتى تكمل، يعني لغاية أن تصل إلى غايتها عمليا. يعني تبدأ باتصال، الإنسان يتصل بالشهوة دي، وبعدين تتطور من اتصال إلى انفعال ينفعل بها، وبعدين يتطور الانفعال إلى اشتعال، وبعد ما يتطور إلى اشتعال يحاول أن يصل إلى الاكتمال، يكمل الشهوة فعلا. كلها خطوات بتمر على الإنسان، فينبغي على الإنسان أن إذا وصل لأي درجة من درجات الشهوة أن يتركها بسرعة.
أن يتركها بسرعة، ولا يترك نفسه غرضة بالصراع مع الشهوة، لا يترك نفسه غرضة بالصراع مع الشهوة، لأن غالبا ما يخسر في هذا الإشتعال وينضر ويضحك. ايه حكاية تطور الشهوة وسيطرتها؟ يعني أبونا آدم وأمنا حواء كانوا في الجنة أمامهم كل أشجار الجنة تحت التصرف، ما عدا شجرة واحدة هي شجرة معرفة الخير والشر، فلم يستريحوا غير لما كملوا هذه الشهوة. داود النبي كان عنده 7 من النساء زوجات له، ولكن هؤلاء 7 لم يشبعوا ولم يشبع إلا بعد أن وصل إلى بالشبع. عايز يكمل سليمان كان ملك ومن أغنى الملوك ومعه كل حاجة، لكن مع ذلك أراد أن يكمل، فقال مهما اشتهته عيناي لم أمنعه عنهم. الشهوة عايزة تكمل، مش كفاية موجود. وأيضا أخاب الملك كان ملك وعنده حاجات كثيرة جدا، لكن برضه الشهوة عايزة تكمل، لأنه ياخد حقل نابوت اليزرائيل، فأخذوا وأخذ عقوبة مرة معه. دايما الإنسان يحتفظ بنفسه بعيد الشهوات، لأن لو فتح الباب ما يخلص، الشهوة تضرب 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 وقواه تبتدي تضعف 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 لغاية ما يطب. الشهوة إذن لا تشبع، لا تنتهي بالإشباع. يعني ساعات واحد الشهوة تقعد تضغط عليه تضغط عليه تضغط عليه، فيقول أنا أنفذها وأتخلص منها. لو نفذها مش هيقدر يتخلص منها أبدا، لأن الشهوة لا تنتهي بالإشباع. سليمان اللي قال مهما اشتهت عيناي لم أمنعه عنهما، قال كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن، وقال أيضا إن العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع. والسيد المسيح قال من يشرب من هذا الماء يعطش. طب ولما يعطش يعمل ايه؟ يجي يشرب، ولما يشرب يعطش تاني، والقصة لا تنتهي. فيبقى الشهوة ما تنتهيش بالإشباع، بل بالعكس جيد لما الإنسان يشبع نفسه من الشهوة يشعر فيها بلذة تدعوه إلى الممارسة والحكاية تتكرر وما تنتهيش.
اللي يحصل ان اللي يمنع الشهوديه ضبط النفس، ضبط النفس والهروب من الشهوه ومن اسبابه. او احلال شهوه مقدسه محل الشهوه الخاطئه فتحل محلها الشهوه الخاطئه تمشي. ازاي الكلام ده مثلا؟ في ناس من الاباء القديسين قالوا التوبه معناها استبدال شهوه بشهوه. يعني ايه استبدال شهوه بشهوه؟ يعني شهوه التواضع تلغي شهوه الكرامه والظهور، شهوة الهدوء تلغي شهوة التهريج والكلام الكثير، شهوة الفضيلة تنهي شهوة الخطية. نحط شهوة ضد شهوة زي ما قال الكتاب، الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح. فإحنا لو لقينا شهوة جاية للجسد نحط محلها شهوة خاصة بالروح، بس بحيث تكون عميقة تقدر تسيطر على شهوة الجسد. شوفوا بوذا اللي هو مؤسس الديانة البوذية، في الأساطير اللي تتعلق ببوذا إن بيقولوا إن بوذا ده في مرة قعد تحت شجرة المعرفة وأوتي المعرفة اللي مشى بها مثلا، فقال إن كل الناس تسعى إلى السعادة، كل الناس تسعى إلى السعادة، وعلشان تسعى إلى السعادة لابد تتخلص من الشقاء. لغاية دلوقتي مش مظبوط. وبعدين قال الشقاء له سبب واحد وهو وجود شهوة لم تتحقق. يعني مثلا تلاقي البواب بتاع العمارة قاعد عند الباب وبيغني ومبسوط لأنه ما عندوش شهوة أن يبقى أحسن من كده، هو مبسوط بكده، بينما صاحب العمارة نفسه جايز قاعد متنكر لأن ليه شهوات تكون ليه ثلاث أربع عمارات. فما دام الإنسان ليه شهوة لم تتحقق هيعيش في الشقاء. لغاية دلوقتي بوذا ماشي كويس، لكن بقى الحل عند بوذا قال ايه؟ قال ما دام الحكاية كده يبقى نبعد عن الشهوات تماما، بس عمليا مفيش انسان هيعيش بدون رغبات، مش ممكن. يبقى الحاجة السليمة إن هو يلغي الشهوات الخاطئة ويحط بدلها شهوات مقدسة، شهوات مقدسة. لبولس الرسول يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، يعني في شهوة مقدسة. وداود بيقول ان يشتهي ان يجلس على عتبة بيت الرب احسن من السكن في مظل الخطاة. وفي ناس تكون لهم شهوة انهم يفعلوا الخير مع كل احد،
واحد لك شهوة في الخدمة يبقى قلبه مليان بمحبة الخدمة ومشاهدة فيها. عايز أقول هناك شهوات أخرى غير الشهوة المقدسة والشهوة الخاطئة. ناس لهم شهوات كده معرفش نسميها ايه، بالنسبة لهم كويسة لكن هي لا جراحة ولا بأداء. زي مثلا واحد ايه شهوة جمع الطوابع وجمع التحف، وتلاقيه يبقى فرحان كل ما يجي له باب يشيل الطابع اللي فيه ويلجأه في الكتاب بتاعه او معرفش نسميه ايه. او في ناس ليهم شهوة من جهة الزينة او الجمال نسميه ايه، ومحبة الوقوف قدام المراية مدة طويلة للاطمئنان على النفس قبل ان تتصل بالاخرين تقول لهم دي خطية. لا مش خطية، لكن مش كمال. او ناس لهم شهوة في المراكز او الاوقاف، وممكن الحكاية تلف معاهم، يعني تلف، يعني واحد بقى في الحكومة درجة رابعة، العايز أبقى درجة تالتة يوصل للتالتة، يقول عايز التانية يوصل للتانية، يقول عايز الأولى يوصل للأولى، يقول عايز مدير عام، ما جاتلوش المدير العام هو اتشكر وتعبان ليه رغبة لم تتحقق. بينما دي اللي هتوديه ولا هتجيب. واحد يكون له شهوة في المناظر، يكون عنده عربية كل ما يجي موديل جديد عايز يغير العربية وياخد موديل جديد، يعني يعمل لك ايه؟ ما عربيتك كويس وبتمشي. لا برضه غير يقول عندي عربية بتاعت سنة كذا، طب أنا متخلف. ما أنتش متخلف يا حبيبي، ده العربية هي المتخلفة. يقول لك برضه هي منسوبة إلي. اللي يركب المتخلف يبقى متخلف. الشهوة دي ما تنتهيش. وزي برضه اللي مش عايز عربية موديل جديد، في ناس يحبوا يغيروا ملابسهم بأفضل موديل ايه؟ شهوة. والملائكة بتتفرج من السماء على كل دول وتقول الناس ده بيضحكوا. معرفش يضحكوا ولا يبكوا. المهم في شهوات أخرى مدمرة. أول واحد وقع في الشهوات المدمرة دي الشيطان الأصعب إلى السماء، وأضع كرسي فوق كواكب الأرض وأصير مثل العلي. عايز يدخل. فكانت النتيجة انه انزل الى الهويه.
في شهوات مدمرة زي المخدرات، وخصوصا التي تتحول إلى الإدمان ويصبح الواحد فقط حرية إرادته في الإدمان دمرته. والسجاير مثلا، إنسان بتدمره السجاير، تدمر صحته وتدمر إرادته وتدمر فلوسه وتدمر الناس اللي حواليه، لأن الإنسان اللي بياخد نفس من سيجارة وبعدين يطلعه الدخان اللي بيطلع منه أسوأ من اللي دخل جواه، بحيث يؤذي كل اللي حواليه لدرجة إن دلوقتي كتير من شركات الطيران بتمنع السجاير جوا الطيارة، وهيئات كتيرة بتمنع السجاير في الأماكن المغلقة، لأن الإنسان ده مش بيدمر نفسه، بيدمر اللي حواليه. يعني واحد بيشرب سجاير ومتجوز يبقى بيدمر مراته، أيضا ينفخ في وشها كده بالسجاير تبقى عايزة تهرب منه، تعمل إيه مسكين؟ يعني الإنسان اللي عنده شهوة من النوع ده بيدمر نفسه، بيدمر من يشاركه أو من يكون من ضحاياه، زي اللي عندهم الإيدز مثلا بيدمروا اللي يتصل بيها. الإنسان اللي بيضر نفسه بعاداته الرديئة وشهواته الرديئة ينبغي أن يتدرب على احترام نفسه، يحترم نفسه وما يخليش نفسه تهبط إلى هذا المستوى اللي تسيطر فيه العادة عليه أو الشهوة عليه. وأيضا الشخص اللي بيضر غيره لازم يكون حريص على احترام حقوق الغير واحترام سمعته وعفته ومستقبله. وينبغي يقول لنفسه الشخص اللي بيضر غيره، أنا مفروض فيا إني أنفع غيري، فإن كنت مش قادر أنفع غيري على الأقل ما ضروش. وفوق كل هذا الذين تسيطر عليهم الشهوات مفروض أنهم يفكروا في أبديتهم، لما يروح العالم الآخر يكون مستواه إيه هناك، وخصوصا إذا وجد في ملكوت الله مفيش الشهوات وهو تقيد بيها، يقول له مالكش مكان عندنا. وأيضا ينبغي على كل إنسان أن يبحث عن مصادر وأسباب الشهوة، يحاول يتجنبها، على رأي المثل اللي بيقول الباب اللي يجي لك من الريح سد واستريح. في آيتين لطاف، واحدة منهم في غلاطية 5 بيقول الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد والشهوات. صلبوا الجسد والشهوات، مش صلبوه يعني مسامير، يعني صلبوا شهواته وغلاطه.
وفي مشابهة الثانية يقول أما الشهوات الشبابية فاهرب منها. يريد كل واحد فينا يشوف ايه الشهوات اللي في نفسه، انه جايز زي ما قال القديس يوحنا شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة. جايز واحد يفكر في تعظم المعيشة، لو انا كنت ولو انا بقيت ولو انا ساعدني الحصر ولو انا ساعدتني الظروف ولو انا بارك الله فيا وخلاني 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 وقعد يسبح في تعظم المعيشة، يستيقظ لنفسه يقول دي حاجة من أهم الحاجات اللي قال عليها القديس يوحنا الحبيب. اتفضلوا صلوا.